نعود مشاهدينا الكرام من قطاع التربية إلى قضية الـ14 جزائري المحتجز بمالطا. منذ يوم أمس التحق بعبر الهاتف حسب زملاء أحد المحتجزين، هو ينحدر من ولاية باتنا، معي عيادي فاتح. مساء الخير سي فاتح. ألو. مساء الخير سي فاتح، أنت على المباشر عبر تلفزيون النهار. إذن السلام عليكم. وعليكم السلام فاتح، فقط وضعيتكم لحد الآن، لازلتوا محتجزين؟ عفوا الصوت واطي، ارفع صوتك برك. فاتح فقط قلت لازلتوا محتجزين لحد الآن؟ نعم زلنا محتجزين لغاية الدقيقة هذه، زلنا محتجزين، ولا أي شخص ولا أي مسؤول سواء مالطي أو مسؤول من القنصلية اتصل بنا. أو لكن في الصبيحة يعني كلمنا في الصبيحة كلمنا أحد زملائك على ما أظن هو مهدي حاجني، قال أنه السلطات المالطية أخبرتكم أنه في الأمسية رح يتم ترحيل بعضكم. ها؟ صحيح أنه عفوا لم أسمع السؤال جيدا. فاتح فقط، هل صحيح أنه سيتم ترحيل عدد منكم إلى الوطن؟ يوجد ضجيج فقط من بعض الرعايا الصوماليين والليبيين، أرجو أن ترفع صوتك قليلا يا أخ. على ما يبدو فاتح لا يستمع إلي في هذه اللحظات. نعم أنت تستمع إلي فاتح، فقط قلت لك يعني أخبروكم أنه سيتم إرجاعكم لأرض الوطن أمسية اليوم. نعم سمعنا شيء من هذا القبيل، أنه سيتم إرجاعنا إلى أرض الوطن، لكن أنوه للأخ فقط. نعم فيما يخص الإجراءات المتخذة معنا، يعني فيما يخص مدة الإقامة ومدة الإقامة في الفنادق، كل واحد وكيفاش، كاين اللي عنده ريزرفاسيون دوتيل بمدة أسبوع كامل في فندق 5 نجوم وتم احتجازه مع مبالغ مالية يعني معتبرة 1000 أورو و1200 أورو. أنا مثلا احتجزوني لسبب تافه، لأني فقط حجزت لمدة يومين، هل يعقل دولة تحترم حقوق الإنسان تحجزني لهذا السبب؟ سي فاتح، كان لنا مكالمة هاتفية قبل لحظات مع ممثل السفارة الجزائرية بإيطاليا، كلمنا السفارة الجزائرية بإيطاليا، قالت أنه السلطات الجزائرية تعلم بإشكالكم وأنه السلطات المالية سترحل من ليس لديه يعني من لم يحجز في فندق هناك في مالطا، وأنتم الذين حجزتم في الفنادق سيتم إطلاق سراحكم. أعذرني على مقاطعتك، لكن عندما يتم ترحيلنا أرجو أن تستقبلونا في المطار ونريكم حجزنا للفنادق، نريكم حجزنا للفنادق ومبالغنا المالية المعتبرة. لا نعامل هكذا، حتى ولو لنفرض جدالا أننا لم نحجز في فنادق، لكن لماذا لا يتم اقتيادنا بالأغلال والسلاسل؟ لماذا؟ هل نحن مجرمون؟ هل أجرمنا في حق أحد؟ طيب فتح عيادي شكرا جزيلا لك، يعني الرسالة وصلت لسلطاتنا المختصة في هذا الشأن وزارة الخارجية الجزائرية، شكرا جزيلا لك فتح عيادي. هذا ما نتوقعه من السلطات العليا في الجزائر، هذا ما نتوقعه إن شاء الله. شكرا جزيلا لك فاتح، يعني حاولنا نقل رسالتك ورسالة زملائك لسلطاتنا في البلد، ونتمنى التدخل العاجل لإرجاع رعايا الجزائريين من مالطا.